هنعمل قنبلة الجبنة. هعمل لكم قنبلة الجبنة. سيب بقى البيكرول في اللون بتاع امك. اطحن ياد يا ابن قلب اطحن. يلا وي وي. نكمل حياتنا عادي. دخلوا شايف ياد يا ابن قلب اتصرمت ازاي؟ طلع عين ام. هتضرب لك بيضة كده زي ما انا هضربها كده ربنا يستر ما تبص. الحمد لله. سليمة اهي ياد والله سليمة. ورب بقى انا حاطط ملح وفلفل. اوعى تعمل العفانه دي على السرير يالا. هتجيب الاربعه توست من هنا غالي قوي ده وتقطع على شكل دائري مش عارف ازاي. الوليه الاجنبيه عملتها باظت شكلي. الوليه الاجنبيه كان معاها مكنه عملتها. طب مفيش مكنه اعمل لكم ايه؟ دي اجمل دايره. انا رجعت الفيديو طلعت ما بتعملهاش دوائر اللي طلعت بتقطع الحواف بس. شكرا. طليط يا ابن قلبي هنا كده اهو. بص ليط 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 عشان يمسكوا في بعض ليط. وهات طبق الجبنه الرومي. يا الطريقه ازاي؟ وحط ياد يا ابن قلبي. وحط ياد يا ابن قلبي على الناحيتين كده من الاطراف عشان يمسك. وصب ياد يا ابن قلبي بقى شويه بيض. سب 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 ليط يالا ليط. وغرق بكرولز يالا رك. غرق غرق غرق. انت كاتيان وغلبان. غرق. الله يعسل امي ما رضتش تديني اتصلت فيها. معلش نزل القنبله. جرب القنبله يالا ويس يالا الحلقه. اوبا الله اكبر والله العظيم. ايه ده؟ يا جدعان ربنا يحميني يا ابني ربنا يحميني خلاص.